بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الدرس بتاع النهارده هنتكلم عن المناخ والنبات الطبيعي. المناخ والنبات الطبيعي. طيب هنمسك كلمة المناخ دي. المناخ ده هتكلم عن ايه؟ خلي بالك انت لو سمعت نشرة الاخبار يوميا هتلاحظ المذيع بتاع نشرة الاخبار يقول لك ايه في نهاية النشر، يقول لك حالة الطقس اليوم. هيتكلم عن ايه؟ هيتكلم عن الحرارة. هيقول لك الحرارة النهاردة الدرجة بتاعته مرتفعة منخفضة. هيتكلم عن ايه؟ هيتكلم عن الرياح. هيتكلم عن ايه؟ هيقول لك النهاردة في مطر ولا لا؟ الامطار. يبقى الراجل المذيع في نشرة الأخبار بيتكلم عن الطقس، عن الطقس اليوم. يجي تاني يوم في نشرة الأخبار برضو يتكلم عن الطقس، يقول لك النهاردة الحرارة كذا، النهاردة في رياح ولا مفيش، النهاردة في أمطار ولا لأ. طيب يجي تالت يوم لمدة أسبوع، لمدة 10 أيام، يقول لك حالة الطقس اليوم. ممكن في نهاية الأسبوع يقول لك إيه الطقس الأسبوع ده، كان الحرارة مالها والرياح مالها والأمطار مالها. يبقى لما يجي يقول لي سؤال اهوت، ما المقصود بالطقس؟ أنا عاوزك ما تحفظش، هتقول الطقس هو حالة الجو. في فترة زمنية صغيرة، هو حالة الجو في فترة زمنية صغيرة، يوم أو عدة أيام. من حيث الحرارة، الرياح، الأمطار، ده هو الطقس. بيجي الراجل في نشرة الأخبار يقول لك الشهر ده هوت كان فيه الحرارة متوسطة كذا، والأمطار كان فيه ولا مفيش، والرياح كان فيه ولا مفيش. دي بنسميه إيه؟ المناخ. يعني ممكن يجي يسأله يقول لي ما المقصود بالمناخ؟ أقول له سهلة أوي، المناخ هو حالة الجو في فترة زمنية طويلة، شهر شهر أو سنة. يعني هتلاقي الراجل بيتكلم يقول لك حالة الجو في الثلاث أشهر اللي فاتوا، أو في الصيف أو في الشتاء، كانت الحرارة شكلها إيه والرياح شكلها إيه والأمطار شكلها إيه. يبقى لما نيجي نتكلم عن المناخ هنتكلم عن الطقس. الطقس هو حالة الجو في فترة زمنية صغيرة، يوم أو عدة أيام، من حيث الحرارة والرياح والأمطار. المناخ، المناخ هو حالة الجو في فترة زمنية طويلة، شهر أو سنة. بيتكلم من حيث إيه؟ من حيث الرياح والأمطار والحرارة. أنا مش عايزك تحفظ، اللي أنت تفهمه اكتبه، اللي أنت هتفهمه اكتبه.
طيب هنتكلم عن النبات الطبيعي. ممكن يجي له سؤال ويقول لي ايه ما المقصود؟ بالنبات الطبيعي انا عاوزك تجاوب بسهوله ويسر. هتجاوب بسهوله ويسر ازاي؟ يعني بقول لك نبات طبيعي، نبات طبيعي طلع طبيعي، ما حد زرعه ايده. يعني النبات اللي هو الفلاح بيزرعه بايده، ده يجيب البذرة ويحطها في الأرض، دي نبات طبيعي؟ لا مش نبات طبيعي، ده نبات الإنسان هو اللي زرعه. لكن النبات الطبيعي هو اللي بينمو لوحده، الأمطار بتسقط يقوم البذور تطلع الإيه النباتات. يبقى هنا هيجي يقول لي ما المقصود بالنبات الطبيعي أو بالنبات الطبيعي؟ هو النبات الذي ينمو طبيعيا دون تدخل الإنسان فيه بسبب سقوط الأمطار، دي اسمه نبات طبيعي. يبقى أنا ما عقدش الدنيا، النبات الطبيعي اللي بينمو طبيعيا دون تدخل الإنسان فيه وبينمو بسبب إيه؟ بسبب سقوط الأمطار. طيب في سؤال هنا، إحنا عرفنا المناخ، عرفنا الطقس، عرفنا المناخ، طب أنا هستفيد حاجة من إن أنا أعرف الطقس؟ هل انا هستفيد شيء لما اعرف المناخ؟ هستفيد. اول حاجه هستفيدها اختيار الملابس المناسبه. يعني الراجل جه في نشره الاخبار قال لك درجه الحراره النهارده منخفضه، انت هتعمل ايه؟ هتختار الملابس اللي هي التقيله. طب لو قال لك درجه الحراره مرتفعه، هتضطر انك تختار الملابس اللي هي مناسبه لدرجه الحراره. طيب انا عندي ممكن يجيب سؤال ايه بقى؟ يبقى خلي بالك، ما هي عناصر المناخ؟ هو المناخ اجي اتكلم عن ايه؟ لما اجي اتكلم عن المناخ هقول الحرارة، هقول الحرارة النهاردة ايه؟ الحرارة في الشهر ده كام؟ حرارة. هتكلم على الرياح، هل في رياح؟ هتكلم عن الأمطار، هل في أمطار؟ يبقى عناصر المناخ ايه؟ الحرارة، الرياح، الأمطار. طيب الحرارة تقاس بالترمومتر، تقاس بايه؟ الحرارة تقاس بايه؟ الترمومتر. متر. الرياح تقاس بدوار الرياح، والأمطار بتقاس بمقياس الأمطار. خلاص؟ طيب لما نيجي نتكلم عن مناخ مصر، مناخ مصر ده عبارة عن شكله ايه؟ مناخ مصر ده هلاقي مناخ مصر ده هو بينقسم إلى قسمين، صيف وشتاء. طب لو اتكلمنا عن الصيف هلاقي مناخ مصر حار صيفا ومفيهوش أمطار، جاف. الشتاء معتدل وممطر، الشتاء ماله؟ معتدل وممطر. يعني هنلاقي إن فصل الصيف بيختلف عن فصل الشتاء، فصل الصيف جاف، فصل الشتاء ممطر. جاف يعني إيه؟ يعني مفيهوش أمطار. طب لما يجي لي سؤال ويقول لي
بما تفسر أهمية المناخ. فايدته ايه المناخ؟ أول حاجة اختيار الملابس المناسبة صيفا أو شتاء. طيب رقم اتنين، معرفة المحصول المناسب للزراعة. طيب هاجي أعمل إيه بقى؟ الراجل الفلاح مهم جدا، لازم يعرف المناخ بتاعه. ليه؟ لأن بيجي في فصل الصيف بزرع محصول معين، يعني مثلا الذرة بزرعه في فصل الصيف، ما ينفعش أزرعه في فصل الشتاء. القطن بزرعه في فصل الصيف، ما ينفعش أزرعه في فصل الشتاء. يبقى أنا هختار المحصول المناسب. يبقى إن إحنا في فصل الصيف، يبقى هختار محاصيل معينة. أنا في فصل الشتاء هختار محاصيل تانية غير بتاعت محاصيل الصيف. كده انتهينا من درس المناخ والنبات الطبيعي، وشكرا، وأتمنى من الله يكون انتوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.